أسعد الله صباحكم مشاهدينا. هذا موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة أوروبية يستهلها بزيارة إلى إيطاليا ثم الفاتيكان وفرنسا، يلتقي خلالها قادة الدول الثلاث، وتهدف الزيارة إلى تفعيل العلاقات البينية خاصة الاقتصادية. ومن المنتظر أن يلتقي السيسي لدى وصوله روما نظيره الإيطالي جورجيو نابوليتانو، وتشمل الزيارة حضور الرئيس اجتماع مجلس الأعمال المصري الإيطالي، ويلتقي السيسي لاحقا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وفي ثالث أيام الجولة يلتقي الرئيس السيسي نظيره الفرنسي فرانسوا أولاندا في قصر الإليزي بباريس، كما سيلتقي مجلس أرباب الأعمال الفرنسية. وتحت رعاية رئيس السيسي تتواصل فعاليات الدورة 16 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بمشاركة رئيس مجلس الوزراء و12 وزيرا. المؤتمر الذي يشارك فيه 400 مستثمر خليجي يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر وخارطة الطريق الاقتصادية والثورة التشريعية والإجرائية. قررت لجنة تقصي حقائق 30 من يونيو عقد مؤتمر صحفي عالمي صباح الأربعاء المقبل لإعلان التقرير النهائي عن 11 ملف عملت عليها. وعقب تسليم اللجنة التقرير النهائي للرئيس السيسي، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة، قال إن التقرير يشمل الأحداث التي وقعت عقب 30 من يونيو، ومنها فض اعتصامي ربعة والنهضة والجامعات وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة وسيناء وقناة السويس والعنف ضد المرأة والطفلة. استشهد ضابط شرطة برتبة ملازم أول وأصيب أمين شرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للشرطة بمدخل مدينة العريش. ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية قولها إن مجهولين استهدفوا مدرعة الشرطة بمدخل مدينة العريش بزرع عبوة ناسفة في طريق المدرعة، وأدى انفجارها إلى استشهاد الملازم أول أحمد بكري وإصابة أمين الشرطة هيثم عبد المقصود. يأتي هذا بينما قتل 11 من العناصر التكفيرية أثناء حملة المداهمات الأمنية لملاحقة العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وقالت المصادر الأمنية إن الحملة أسفرت عن تدمير عدد من المركبات والعشش التي تختبئ بها العناصر التكفيرية، كما تمكنت القوات من تفكيك نحو 17 عبوة ناسفة على طول الطريق الدولي العريش رفح زرعتها العناصر الإرهابية لاستهداف آليات الجيش والشرطة. في غضون ذلك، نقل مراسلنا عن مصادر عسكرية بأن قوات حرس الحدود المكلفة بإخلاء منطقة الشريط الحدودي وإقامة المنطقة العازلة من قطاع غزة مع قطاع غزة قد أوشكت على الانتهاء من إخلاء وتدمير جميع المنازل الواقعة ضمن 500 متر والبالغة نحو 802 منزل. وأضافت المصادر بأن القوات المسلحة حتى الآن لم تتسلم أي قرارات جديدة بتوسيع مساحة المنطقة العازلة لمسافة 1000 متر، كما لم تصدر رئاسة الوزراء أي قرارات حول هذا الأمر. يبدأ اليوم تطبيق تعديلات قانون المرور التي تقضي بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، وزيادتها إلى 3 أعوام على الأقل ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي. في ظل استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بتونس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت النهائية بلغت 64.6% بالداخل و 29.6% في الخارج. وادعت كل من حملتي المرشحين الرئيس المنتهي ولايته منصف المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ادعوا تفوق مرشحها في الانتخابات، في حين يشير فرز الأصوات إلى الاتجاه لجولة إعادة بين المرشحين.
ختاما نذكر بأبرز العناوين. السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل إيطاليا والفاتيكان وفرنسا. بعد تسليمه للرئيس تقصي حقائق 30 يونيو، تعلن تفاصيل تقريرها النهائي الأربعاء. استشهاد ضابط وإصابة أمين شرطة بانفجار عبوة في العريش، والجيش يقتل 11 تكفيريا. المزيد من متابعة أخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني النهار live.net، كما يمكنكم التواصل أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وغيرها. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.